ام كلثوم انا حضرت مكالمه بينهم، كنت عندي 3 سنين واربع سنين والله فاكراها، وقالت لها خدي، قالت لي خدي التليفون، ورديت عليها قلت لها، قالت لي ايوه يا حبيبتي، صوت رخيم. فريد الاطرش انا حضرت برضو لقائهم مع بعض مره. مين بقى من وكان الناس؟ دويتو عظيم هي وفريد قوي، الأطرش. اجمل مره تشوفي فيها فريد فريد الأطرش هو بيمثل مع مع شاديه، شادية بالظبط. الدويتو الذي لا ينسى ده، يعني عملت مع عبد الحليم دويتات حلو، لكن المرح وخفه الدم اكتر حاجه هتلاقي فريد. الحقيقه لازم الواحد يقول ده، اللحن حلو، هو لاول مره يقنعك كممثل باداء في كوميديا. شاديه طبعا مش محتاجه لكلام. الحقيقه بصي، هي كمان المطربه الوحيده اللي عملت دويتات مع 4 مطربين.